وين هم قاتلوا الحوثي؟ 18,000 من القوات الخاصة في مأرب لم تشارك في المعارك، كتائب موجودة في المنطقة الثالثة لم تشارك في المعارك، أبناء القبائل أعطوا جهدهم، القبيلي أعطى من فوق سعته، قبيلي يواجه مسير ويواجه انتحاريين، يواجه مدفع ودبابة، قاتلت رجال مراد وأعطت بالغالي والرخيص، أعطت كل ما تملك من شباب، أعطت سيبانها، أعطت بيوتها، أعطت كل غالي معها، تحمل الديون. قسم لك بالله العظيم إني شفت سيارات المراد وصورهم فوق سيارات مكسرة والسيارات في مجمع مقدس. قسم بالله إن رجال المراد إنهم ينقلون يسعفون مصاويبهم فوق حمير، والإسعافات في مجمع مقدسة. الإصلاح أخفق كل جميل، أغرق الشرعية، أغرق التحالف، أغرق الجميع، كسر الخواطر، كسر ظهر كل يمني. استولوا على الشرعية واستولوا على الجيش والعتاد، وتركوا أبناء القبائل وتركوا الشعب اليمني يواجه بمفرده بصدور عاري. من يعوض مراد في 3,000 قتيل؟ الجيوش مكدسة في حضرموت وفي كل مكان، ألوية في حضرموت 7 ألوية، لو أسعفوا ما رب 2 ألوية، لكن هؤلاء لا يريدون خير لأحد، هؤلاء شر عليهم من الله ما يستحبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا اليوم تقدم قبيلة مراد كلهم للشهداء، ومعنا الشيخ ناصر مسعود سيفي يتقدم كلمة، وهو والد الشيخ والشهيد صقر مسعود الذي كان يدافع عن أرض الوطن ضد الفئة الباقية الحوثية. وقدم هذا الشيخ 3 من أبنائه شهداء، وهذا هو الشهيد الثالث. فتفضل نسمع. لأن في هذا اليوم وإن كان حزين نحن نعتبره يوم على درب الشهداء الأوائل والآخرين والذي بايت، نحمد الله ونشكره. قدمنا أغلى أولادنا ولا زلنا وبنقدم ضد هذه الطائفة الباقية، لن نعتدي على أحد، هم الذي اعتدوا على شعبنا، وحنا لا يحترمهم حرم ولا يردهم إلا قوتهم. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ما عاد ما يتحرم، فضل الله وفضل الأحرار الذي في الميادين. مثل هذا الموقف هل يهز من عجائم قبائل المراد في مثل هذه المواجهات؟ لا ما يهز من بعد. هم فيه ناس قد قدموا 1-3 وحد قدم 4 وحد قدم 2 ولا يعني يهتزوا أبدا، وسايم يمضوا هم الصغار والكبار للدفاع عن البلد. احنا ما اعتدينا على أحد، هم الذي اعتدوا علينا ونهبوا حق الشعب ومقدراته ودمروه. نقول للأحرار في الميادين أن يتلاحموا وأن يتركوا المناكفة وأن يكونوا أخوة وأن يكونوا حزب واحد وقبيلة واحدة ومنطقة واحدة، ويتركوا الإتاحة للعدو. شكرا لكم، جزاك الله خير. معنا الأستاذ طلال ولس قد تفضل فينا هذا اليوم المهيب الذي يقدم فيه قبيلة مراد كلها من الشهداء، نسأل الله أن تقبلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله أن اصطفى منا مجموعة من الشهداء، ورحمهم الله منهم من قدم الأخ ناصر الذي كان يتكلم، قدم 3 من أولاد الشهداء، والأخ علي عبد ربه من أحفاده 2 أو 3 شهداء. وهذه هذا المشهد، هذه الروضة، روضة الشهداء فيها تقريبا من أربعة من الأخوة في من الشهداء ضد الفئة الباقية من الحوثيين. وأقول من هنا لابد من صنعاء ولوطة للسفر، طال الإنسان على طال الإنسان، عن طريق البيضة أو عن طريق سلواح أو عن طريق الجوف أو عن طريق يعني من أي طريق سنوصلها، وكل الطرق تؤدي إلى صنعاء بإذن الله. حول الله.
عاد تنزل زياده يا دكتور، خلك ماسك العب يا دكتور، تعال ندوع انت اللي خلى مشدود الحبل واصل. مش كذا راح البريك، مش كذا البطارية راحت، كل لدي تابع يعني مشكلة، الله خارجنا بس اليوم هذا طلعنا السيارات سحبنا وبعدين سحبنا احنا معانا طريق المخدرة هذه من تمر من مدينة حريب إلى مدينة عين محافظة الشباب ثم إلى العبدية اللي سابدية للحين بعد ما كنا هذا الحين عملنا اشتراك ما عاد رضيت تشتغل السيارة والدكتور رجع مهندس. الحمد لله اشتغلت ان شاء الله. الله يبارك فيك يا هذا من الاحمر جاي يسعفنا وبعدين خرب عليه البريك وبعدين سقطت البطاريه والله يعينه كثر الله خيرهم. بس يلا يلا مليح 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 الله اخره منه. اوه ايوه ايوه هذا الحين ما شاء الله بعد باقي معنا خطوه واحده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر خارجنا ان شاء الله. ما انا ما بنزل معكم فوق السياره بمشي رجل. خلص خلص كذا امسك يا ليل. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ترى البريك عندنا رايح ان شاء الله. اصبر يا اخي اصبر للحين احنا للحين البريك يعني كذا اخر دعسه بس ماشي على ال 13 على الجيب. الله يكثر خيركم. الاسم الكريم هو صالح احمدي من عندهم. الله الله يحفظكم. مقطع الطريق هذا كيف يعني قصته يعني هل يعاني الناس في هذا؟ والف مبروك على الكهرباء قالوا بنعدي ووصلكم ان شاء الله ذي الحين في الطريق ان شاء الله. بس بالامور ان شاء الله ان شاء الله يجي طريق بعده ان شاء الله. امشي العادي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.